ولإثراء الحديث أكثر معنا عبر الهاتف الآن من رام الله دكتور نبيل شعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية. مرحبا بك سيادة المستشار. يعني الحديث عن إسرائيل التي تضرب القرارات والقوانين والأعراف الدولية بعرض الحائط واستهدافها للمواطنين الفلسطينيين الذين قاموا بهذه التظاهرات في هذه الجمعة الرابعة وتحديدا الحديث عن جمعة الشهداء والأسرى وسقط للأسف شهيدان، بما تعلق سيادة المستشار على ما تقوم به إسرائيل حيال الفلسطينيين؟ هي ترتكب جريمة حرب، جريمة ضد الإنسانية. هذه المظاهرات تلتزم التزاما كاملا بالحراك الشعبي السلمي، لا تلقى فيها لا رصاص ولا قنابل ولا متفجرات ولا أي شيء. هي تعبير كل يوم جمعة عن الإصرار الفلسطيني على الحق الفلسطيني، على الرفض الفلسطيني للحصار الإسرائيلي، على الرفض الفلسطيني لما تقوم به إسرائيل في القدس، عن الإصرار الفلسطيني على حقنا في العودة إلى بلادنا. ولكنها مظاهرات سلمية بالكامل، يتصدون لها بالإجرام والقتل والمتفجرات والمطرقعات. الجمعة الأولى قتلوا 18 فلسطيني وفلسطينية وجرحوا 2000، وهو كل جمعة هناك عدد من القتلى والجرحى، بينهم ناس مقعدين على عربات المقعدين، وبينهم صحفيين يرتدون الرداء الدولي الذي يحمي الصحفيين، وذلك ما يحدث بشكل مستمر. يعني صحيح دكتور نبيل، يعني لم يتم استهداف فقط المواطنين الفلسطينيين، ولكن هذه القوافل الطبية التي قاموا باستهدافها أيضا. الحديث عن هذا النضال السلمي لمسيرة العودة الفلسطينية، هناك يعني من قبل قوات الاحتلال قد ألقت بالطبع منشورات تحذر فيها الفلسطينيين من الاقتراب من السياج الحدودي، هذا من جانب الإسرائيليين. وعلى الجانب الآخر كان هناك رسائل قد بعث بها الفلسطينيون، وذلك من خلال طائرات ورقية يطالبون فيها قوات الاحتلال بعدم الاستجابة إلى القيادات في الاحتلال الإسرائيلي وقوات الجيش الإسرائيلي، هذا من جانب. ومن جانب آخر أيضا المطالبة بالعودة مرة ثانية إلى أرضهم ووطنهم فلسطين. كيف يمكن أن نقرأ هذه الرسائل المتبادلة فيما بين الجانبين، سواء كان الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي من جانب آخر؟ الجانب الإسرائيلي جانب سلطة احتلال ونظام عنصري قاتل يتحدى القانون الدولي ويتحدى المنطق، بينما الشعب الفلسطيني شعب على أرضه منذ آلاف السنين متمسك بهذه الأرض، ومع ذلك فهو ملتزم بالنضال السلمي الشعبي غير العنيف. العالم لا يستجيب بشكل سريع الكافي الحقيقة، ويمكن جزء كبير من ذلك السياسة الأمريكية والرئيس الأمريكي الحالي الذي يعني يتصرف تصرفات تختلف كثيرا عن مسؤولية قائد الولايات المتحدة ورئيس الولايات المتحدة، وعن الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وغيرها. الدول العالم ما زالت مترددة في الإحساس بأنه لم يعد هذا العالم عالما تحكمه الولايات المتحدة وحده، وأنهم يستطيعوا التصرف ويستطيعوا الوقوف إلى جانبنا، لكن هناك تردد. وهذا الشعب الفلسطيني صامد وصابر إلى أن يأتي الدعم من أشقائنا ومن إخواننا ومن أصدقائنا ومن القانون الدولي ومن الأسرة الدولية. نعم دكتور، نحن صامدون إلى أن يعني هذا هو صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني. وكانت القمة الماضية قد سميت بقمة القدس التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، إلى أي مدى ألقت بظلالها على مقاومة الشعب الفلسطيني في هذه الآونة التي يعيش فيها الفلسطينيون في رابع جمعة من جمعات مسيرات العودة الكبرى، وهي العودة للأراضي الفلسطينية أو العودة للوطن؟ يعني هذه القمة أعطت روحا جديدة وأملا جديدا، أن أمتنا العربية لم تغادرنا، لم تتركنا، وطحضت كل المحاولات الإسرائيلية لبث السموم التي تقول أنها هي تقوم بالتطبيع مع العرب لكي يضغطوا على الفلسطينيين لكي يقبلوا بما تريده إسرائيل وما تريده الولايات المتحدة.
القمة العربية أثبتت لا، ما زالت أمتنا العربية واقفة إلى جوارنا، ما زالت السعودية واقفة لجوارنا، ما زالت مصر واقفة لجوارنا، وهي القائد الحقيقي والتاريخي للأمة العربية، ولذلك هي رفعت الأمل وأعطت فرصة أكثر للصمود من الناس أن أمتنا لم تقاتلنا ونحن لسنا وحدنا. نعم سيادة المستشار، الحديث أيضا عن هذه الروح والنسيج الفلسطينية الواحد واللحمة الوطنية الفلسطينية، يعني انطلقت هذه المسيرات ليست فقط في قطاع غزة، ولكن كان هناك مسيرات أخرى وتظاهرات من كافة المدن الفلسطينية. هذا الحديث يأخذنا أيضا للحديث عن أمر هام، وهو إصلاح البيت الفلسطيني من الداخل والسير قدما نحو المصالحة الفلسطينية الفلسطينية. كيف يمكن أن يتم ذلك لإتمام بنود المصالحة الوطنية الفلسطينية؟ ذلك واجب وطني علينا أن نصبر وما يكون كل منا مستعدا لتقديم المرونة الكافية من أجل تحقيقه، فحقيقة هو عنصر مهم جدا في مواجهتنا للاحتلال الإسرائيلي وللمشروع الأمريكي. وأقول مرة ثانية أنه الاجتماع الرئيسي الذي جمع بين الرئيس أبو مازن والقادة العرب أثناء القمة كان لقاءه طويل مع الرئيس عبد الفتاح السيسي حول موضوع الدور المصري في الوساطة الإيجابية لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. وأعتقد أنه مصر قدمت وستستمر معنا في تقديم معونتها لمساعدتنا في تحقيق هذه الوحدة الوطنية الفلسطينية. هي إصرارنا وتصميمنا، وإن شاء الله سيحدث تقدم في الأيام القادمة. دكتور نبيل، يعني بالعودة مرة ثانية إلى مسيرات أو الجمعة الرابعة لجمعة الشهداء والأسرى، ومن قبلها جمعة رفع العلم، الحديث عن أنه ذكرت الهيئة الوطنية لمخيم ومسيرة العودة لكسر الحصال بالتقدم 50 متر، وذلك رغم تحذيرات الاحتلال الإسرائيلي من التقدم صوب هذا السياج الحدودية. بما تعلق أيضا على هذا التقدم لخمسين متر وإصرار الفلسطينيين على هذه يعني ما يرغبون فيه بأن يتقدمون تجاه هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي؟ هم يريدون أن يعبروا عن الإصرار والصمود. لا أظن أن الخطة هي اقتحام هذه الحدود، لأنه معناها مذبحة، فالجيش الإسرائيلي ما لديه من إمكانيات وليس لديه مقابلها من أي نوازع للالتزام بالقانون الدولي تجعل ذلك أمرا صعبا. لكن التقدم ولو مترا واحدا هو دليل على الإصرار والصمود، وتكرار هذه المظاهرات كل يوم جمعة رغم كل الخسائر التي نتكبدها هي دليل آخر على هذا الصمود. العالم بدأ يتحرك، يعني أنا لا أقول إنه العالم يعني من هذا التحرك. دكتور نبيل، كيف يمكن أن يترجم ذلك في المحافل الدولية للمطالبة بحق الفلسطينيين في أرضهم؟ يعني في النهاية لن تستطيع الولايات المتحدة أن تقف في وجه قرارات من الأمم المتحدة وقرارات من المحكمة الجنائية الدولية وقرارات من مجلس حقوق الإنسان. احنا سنذهب لكل هذه. نعم دكتور نبيل، يعني رسالة أخيرة توجهها إلى الشعب الفلسطيني على هذه الحدود التي يطالبون من خلالها بالرجوع لأرضهم ووطنهم؟ أقول لهم رعاكم الله وقلوب أهلكم وشعبكم في كل مكان، يقف معكم وإلى جانبكم، يساعدكم ويدعمكم، أنتم طليعة لهذا الشعب، وكانت هناك طلائع عديدة قدم هذا الشعب في كل مكان التضحيات، والآن تقوم غزة مرة أخرى بتقديم هذه التضحيات. أقول لهم أيضا بعد القمة العربية وبعد ما سمعتم أنتم لستم وحيدون، وراءكم أمة عربية، وراءكم شعب فلسطيني، وراءكم قيادة فلسطينية، ولا شك أن هذا سيؤدي في النهاية إلى النصر بإذن الله. بالطبع دكتور نبيل، وترجم هذا من خلال قمة القدس التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية، وكذلك الصمود والمقاومة هي سمة الشعب الفلسطيني. نشكر الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية، نشكرك جزيل الشكر.